لماذا نذم هذا يعني ونحمد هذا؟ لا يوجد في الحقيقة أي معيار لذلك. ثم بعد ذلك يأتي يقول والله سأسأله لماذا سمحت ولماذا فعلت، وكأنه ند لهذا الخالق العظيم الذي أوجد هذا الكون. ببساطة نحن عندما نتكلم عن الدليل نقول فقط يعني أن نرجع إلى العقل ولا شيء سوى العقل، لا نفكر من الأقدام، لا نفكر من الأكواع، لا بالعقل. الإنسان يتواصل مع أخيه الإنسان بالعقل ولا شيء دون، يعني إذا تواصل مع شيء دون العقل يعني يرجع للمستوى الحيواني يعني. وهذا ما ندعو أن يتسامى عنه الملحد أو اللاديني. فنحن عندما نرجع للعقل كمرجعية حكم تكون حكم بيننا، نقول بأن إذا لاحظنا كل الموجودات كل شيء يحيط فينا عبارة عن حوادث يطرأ عليها تغير، الشجرة، الحجر، الكوكب، القمر، المشتري، الشيدان، هذا بريق الشاي على المريخ، ويعني وأي شيء يستطيع أن يفترض ويتخيل الإنسان هو عبارة عن حادث، هو أصلا من افترض وتخيله وأحدثه في ذهنه حتى لو لم يكن له مصداق على الواقع في الخارج، في خارج الذهن. فعندما ننظر إلى هذه الموجودات لأنها كلها حوادث، لا نجد حادث منها قام أتى هكذا من العدم، لم يكن موجود وفجأة وجد من لا شيء. لا نجد حادث منها أزلي، لا نجد حادث منها والله جدار يعني أوجد نفسه بنفسه، فبالتالي لابد لها من محدث، وهذا ما نقول عنه دليل الحدوث. هذه ببساطة لماذا يمتنع على الكون يكون أزلي، يعني عدا عن الفيزياء والانفجار العظيم في ما يسمى بالبيج بانج، ويعني تباعد القوى، انفجار القوى النووية يعني بالسينجولاريتي المفردة. يعني نقول احنا عقلا بأنه إذا كان هذا الكون أزلي يتحتم على ذلك عدم وجودنا، لأن إذا رجعنا للزمن للوراء، بالزمن للوراء يعني لن نتوقف إلى الوراء، فبالتالي بدون بداية، إذا كيف سنصل إلى النقطة التي بها نحن اليوم؟ فبالتالي لابد العقل لا يجوز أصلا عدم وجود خالق هذا العقل. فبالتالي نرى اللادينيين يعني أو الملاحدة يسهبون في أن يسقطون العقل في أي محاولة، في أي فرصة يعني تكاد يعني تجد شفت العقل، الضرورات العقلية باطلة كذا. لا بالعكس، نحن نقول للناس فقط تعقلوا، استخدموا العقول يا أخوان، العقل هو المرجعية، هو الشيء الوحيد فقط الذي تستطيع أن تنطلق منه للتفكير والتحقق والتعقل والتقرير، لا شيء آخر. لا تتخيل، ويعني حتى التخيل لن يسعفك، شلون يعني دليل الإمكان. لا نكاد نجد شيء حدث هكذا بدون سبب، لا نكاد نجد، لا لم يعرف التاريخ، لم لا نلحظ. نحن يعني عندما نقول تفكير يعني يجب أن يكون هناك واقع، يجب أن يكون هناك حواس سليمة، يجب أن يكون هناك دماغ سليم، ويجب أن يكون هناك معلومات مسبقة. بتحقق هذه ويعني مراعاتها جميعا معا مجتمعة يتحقق التفكير، وهذه الشروط الأربع التي يقوم بها التفكير. أما التخيل والافتراض في يعني تنين يسبح وينفخ النار وينفثه ثم يعني ناره تحرق أو درجة حرارتها 6000 سيليسيوس وما إلى ذلك، هذا فقط في ملكوت تخيلك يعني يا أستاذ، ونحن يعني بغنى عن هذه الترهات. فعندما نقول بأن لكل حادث محدث، هذا من الواقع، هذا من الواقع المشاهد خارج الذي لا تستطيع تكذيبه إلا بأن تصبح أضحوك. يعني تراه يعني دائما يتهرب يعني بأن يصبح فجأة يعني كالأرنب ينط من مسألة إلى أخرى كي لا يحصر ويحرج أمام هذه الأدلة العقلية والتداعيات. هذه المسألة ببساطة يا إخوان، والمعذرة على أحسنت الإطالة. أحسنت، وهذا ملاحظ من الأخ، ليس لديه منهجية. المنهجية يعني نحن نتحدث عن إثبات وجود الصانع، هل هناك أدلة أم لا؟ يقفز فجأة إلى بلاغة القرآن ثم إلى قصة زواج النبي، أين المنهجية؟ أين المنهجية؟ أين التراتبية المنطقية؟ أنت إذا كنت منظم ذهنيا يجب أن تبدأ في إثبات وجود الصانع، ثم تنتقل بعد ذلك إلى صفات الصانع التي يستقل العقل بمعرفتها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى هل إمكانية إرسال الرسل هل هي جائزة عقلا أم هي ممتنعة، ثم بعد ذلك نبحث في دلائل النبوة. أم أنك تقفز هكذا وأنت ليس لديك دليل على أنك أنت عندما تنفي الإله فأنت تقول بأزلية هذا العالم، وليس لديك دليل تقيمه على أزلية العالم. سألتك عن أزلية العالم، قفزت إلى القرآن وإلى السيدة وزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وما علاقة هذا بأزلية العالم؟ أنا لم أدخل في قضية الإسلام إطلاقا معك، أنا أكلمك عن هذا العالم، عن هذا الوجود.
هل تستطيع البرهنة على أنه أزلي؟ أنا أستطيع أن أبرهن لك على أنه حادث، لكنك أنت تقول إله غير موجود. قولك الإله غير موجود، إذن العالم هذا أزلي، لم تكن له بداية، فهل تستطيع البرهنة على ذلك؟ عقليا أنا أتحدث كما تحدث الأخ عبيدة. أما القفز من مربع إلى مربع هذه ليست منهجية، وتقول أنا رأي جمعية تونسية ما أعرفش للتنويريين. إن كنت تنويريا بحق يجب أن تلتزم بالمنهجية العلمية في مع من تتحاور معه، عندما يقول لك يعني ائتني بدليل عقلي أو على أن هذا الكون أزلي، يجب أن تقدم هذا الدليل، ومن الواجب علي إما أن أنقض هذا. هو خطر على المجتمع استاذ مشعل، يعني سمعت كلمه ميثاق حقوق، يعني عارف استاذ مشعل لو قامت حرب عالميه ثالثه سقط في هذا الميثاق سياكلون هؤلاء، سياكلون بعض، سيذبحون ويشفون اللحم، يعني عارف يعني استاذ مشعل لا اعرف يعني يعني لا اعرف كيف القفز الى ميثاق حقوق الانسان حقوق الانسان بالله بلحظه هل ثم كان القتل يعني القفز من نظريه مثلاً؟ التطور، وما علاقه البكتيريا انها عاشت الاف السنين في عدم وجود الاله؟ عاشت الاف السنين، اين المشكله في عدم وجود الاله؟ انا اذا تسمح لي ابو مطلق، هو الشخص استاذ نضال قال انه ينتقد الملحدين وينتقد المؤمنين على حد سواء، لأنه يعتقد أن الاثنين ليس عندهما دليل. وهو عندما نفتح البايو مالته هو عضو في الرابطة العالمية للملحدين. طيب، من هنا يا أخوان عندما نتكلم ونقول أن الملحد يخالف الواقع، يعني الكلام الإنشائي، الكلام العاطفي، قبل أنا الانتقال استطاعتي أن كما هو ضرب في مثال، لديه مثال واحد على موضوع أن النار تحرق وعمم، أنا أقول لك أن النار لا تحرق، أنا النار لا تحرق، والنار لا تحرق المواد المضادة للحريق، وأستطيع أن أجزم وأثبت على هذا. استطاعتي الآن أن تنتقد أقول لك أنا أتكلم معك من القمر، أنا الآن في القمر وأتكلم معك، انفي هذا الشيء يعني. طب بس قبل الانتقال مهند أصدقائي عشان لا أحد يقاطع وينزل، أرجوكم انتظروا فقط يعني دقائق وسيأتيكم الدور. على أي حال حتى أختم، فهو أستاذ نضال الآن هو ما أعرف شلون ينتقد الملحدين، وهو يقول أنا لا ملحد، وهو عضو الرابطة العالمية للملحدين والمفكرين الأحرار، يعني اجتماعين لنقيضين على واحد. وماذا؟ عضو في الرابطة العالمية للملحدين، وهو يقول أو كيفش المفكرين يعني حتى؟ هذا تناقض آخر طبعا. أين يعني أستاذ مهند المفكر دائما يلتزم بمنهجية معينة في الحوار؟ أنا يعني حقيقة أرسلت له دعوة رتى يصعد حتى آداب المناظرة والحوار أن لا تخرج عن محل النزاع، ومحل النزاع هو إثبات وجود الصانع. أما أنك تطلق دعاوى هكذا بأن المؤمنين ليس لديهم دليل، من قال لك أن ليس لديهم دليل؟ هل فحصت أدلة المؤمنين وتأكدت منها؟ أم أن هي مجرد دعاوى، مجرد رغبات نفسية؟ وأكبر دليل التخبط هذا المنهجي من نظرية داروين إلى البكتيريا إلى بلاغة القرآن إلى زواج النبي عليه الصلاة والسلام، أين المنهجية في هذا الموضوع؟ من تكلم عن الإسلام أصلا؟ نحن لا نتكلم عن الإسلام أصلا ابتداء مع الملحد. محل النزاع معنا هو إثبات وجود الصانع، نقدم الدليل والبرهان، وإن استطاع أن ينقض هذا الدليل ويقدم ما يخالف هذا الدليل هنا تكون المنهجية صحيحة. أما الكلام الخطابي الإنشائي هذا فلا قيمة له يعني، ولا وزن له يعني علميا صراحة. لا يا حتى نمشي الدور، بعض الأشخاص ربما رزقه ومعيشته معتمد على يعني هذه الأمور فلا بأس. وين وصل الدور أستاذ عبيدة؟ والله كان عند الأستاذ نضال، من كان يعني بعد الأستاذ نضال يا أخوان؟ أستاذ أحمد أظن؟ أعتقد أحمد. إيه أستاذ أحمد تفضل. أستاذ أحمد القاضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مش عارف كلامي هيكون بعيدا شوية عن أسلوب الحوار لحضراتكم، حوار حضراتكم شيق جدا. لا خلينا في توبك الروم، الله يحفظك ويبارك. احنا في نفس توبك الروم، احنا في نفس توبك الروم يا فندم. بالنسبه لي انا من فتره قصيره سمعت فتره
لملحدين، سمعت فترة لربوبيين، مما جعلني أقرب ما أكون لأن شبه اقتنعت أو حاليا مقتنع بجزء من الفكر الربوبي. اللي محتاجه مش محتاج دلوقتي أن أثبت أو أبرهن لفكري أو العكس، أنا بطلب من حضراتكم المساعدة في إجابة بعض أسئلة، لأن أنا عايز أرجع تاني إلى ديني الإسلام. فلذلك بطلب من حضراتكم إن لو حد يجاوبني على بعض الأسئلة، مش لمناظرة، مش عشان أنا أثبت فكرة عندي أنا، بالعكس، ده أنا في حاجات عايز أفهمها، ولما بتكلم معاها بتكلم في الأمور دي مع البعض بلاقي هجوم، فأنا مش عايز هجوم، أنا عايز حاجات أفهمها مما تجعلني، إن ربنا يبارك لحد في حضراتكم كده يرجعني إلى الطريق السليم. فأستاذن حضراتكم لو حد بكل رحابة صدر أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني أنت سمعت للملحدين في الكلاب هاوس وتأثرت؟ مش في الكلاب هاوس، لا، انا تابعت اكتر على يوتيوب، قرات كتب على اليوتيوب، قرات كتب وتابعت اكتر على يوتيوب. يعني على كلاب هاوس يمكن لقيت ان غالبيه اللي بيتكلم بفكر هجومي، ومنه حاجات كتير غير اخلاقيه من الطرفين، مع كامل احترامي للجميع. طيب استاذ احمد، نوعدك ان شاء الله عن قريب ارسل لي رسالة على الخاص او اي واحد من الاخوه المودريترز. هل هو غدا استاذ محمد؟ غدا جمعة يعني؟ نعم، إذا يعجبك على الروم عامة أو روم خاصة. والله أنا حبيت حاجة معينة، مش عارف لو حضراتكم لو تنفع معي. لا الآن أستاذ أحمد الآن لا، لأنه تعرف التوبك يختلف. تمام. فنحترم وجهة يعني كل الأخوة اللي صعدوا وعندهم مواضيع تخص التوبك أو كونوا فكرة، فالآن إذا نأخذ الحديث إلى جانب آخر يعني راح نشتت. تمام. الموضوع كله، فباشر يعجبك أو أرسل رسالة عشان هو يبدل رسالة في غرفة خاصة. رسالة أوكي، ما عنديش مشكلة في خاص، في عام مع حد أرسل رسالة الآن لأي أحد من الأخوة المودريترز ونجاوبك. تمام. إن شاء الله، حتى نرتب وياك على وقت معين. ابعت رسالة يا أستاذ أحمد المهندس عبيدة ولي المهندس مهند، وان شاء الله يعني نرتب لك غرفه ان شاء الله مع احد الافاضل، وان شاء الله خد وقتك خالص وعلى راحتكم، لكن يعني هنا الموضوع محتاج ايه، محتاج وقت، ومحتاج تبقى حاضر كده جنبك كوبايه الشاي وتطرح كل ما لديك بهدوء، يعني يبقى الأحد الأفاضل معك بمنهجية صحيحة. لا، هو أستاذ عمر هو يعني استمع لحديثنا يعني وبعض حديثنا معهم. أستاذ أحمد يقول قال أن لكل مقال يعني أو لكل مقام مقال، يعني بلا شك يعني لما يأتي إنسان محترم يعني زي إحسانك ونرجو من الخير إن شاء الله تعالى، أكيد الكلام يعني لن يكون فيه طابع أو صبغة عدائية أو يعني في سبيل إحراج أو في سبيل إظهار فقط يعني أنك يعني مخطئ، لا أبدا، يعني الدليل سيقوم لأنه دليل وفقط. وحياك الله أستاذ أحمد، الله يبارك بعمرك كما قال أستاذ عمر. غدا إن شاء الله تعالى إذا يعني كان في وقت، الله يكرمك أستاذ عمر، نعمل لك روم إن شاء الله في حوار ثنائي يعني تم في الوصول المعلومات إليك. حياك الله أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، السلام عليكم. أستاذ حمدي تفضل. شكرا جزيلا. أنا سيدي منيش تابع حتى لا مفكرون لا تنويريون لهم يحزنون، فقط حاجة واحدة نحب نقولها، اللي نحن قوم أبتلينا بناس تعتقد اللي هي تمتلك الحقيقة المطلقة. وبكري حبيت نتناقش في النقطة هذه لخاطر أستاذ مشعان يظهر لي حاب يحكي معك البنية اللي تاع بكري، قال لها الحكاية تناقض، ما تقلها كنت تعتبرها في حقيقة مطلقة. حبيت نناقش النقطة هذه، حبيت زادا نوجه لوم لسي عبيدة على الهجوم اللي عملته على نضال، المدعو حديث فيه برشة تحقير. الحقيقة بكري زادا فما بناية مصراوية تكلمت قالت راو ما يصيرش الحديث بالطريقة هذه والهجوم بالطريقة هذه، تزيد تهرب عليك العباد، وهي نتصور اللي هي تضر بالإسلام أكثر من اللي تنفعه برشة.
هذه واحد. اذا نتو باش نرجع لحكايه سامحوني هذوما ثلاثة نقاط انا قلتهم جوست بركه باش نتحدث على حكايه التناقض بتاع الحقيقه المطلقه. فما مره كنت نقراو في النسبيه عام نقرا في السنه الثانيه في كليه العلوم الفيزيائيه، فما قاعده تقول كل شيء هو نسبي، كل قاعده نسبيه. قلت انا هذه كل قاعده هي نسبيه، هي في حد ذاتها قاعده، اذا فهي في حد ذاتها نسبيه. فجاني هكا في تساؤل في مخي، قلت لكم كيفاش تصير معناتها الحكايه هذه، معناتها تحنا في التناقض. مشيت نسال في جماعه الفلسفه، في الاساتذه بتاع الفلسفه، كيما ان شاء الله تكونوا عملتوا المقاربه بيناتها هي وبين تعتقد اللي انت تمتلك الحقيقه المطلقه باهي. اذا سالت استاذ فلسفه قال لي هذه يسميوه بالفرنسيه يسميوه بارادوكس دي مونتور، معناتها متلازمه ولا متناقضات الكذاب، اللي هي تقول يجيك واحد كذاب يقول لك انا راني انسان ما نقول كان الكذب، وهو بالحق انسان ما يقول كان الكذب، لكن في اللحظه هذيك كان صادقا، دونك لهنا طاح في متناقضه. التناقض هذا من شنو جاي؟ السبب بتاعه جاي من نقص اللغوي، من نقص بتاع فما حاجه في اللغه تقعد ديما ناقصه، اللي هي بين الشيء ووصف الشيء، الشيء هو حاجه ووصف الشيء هو حاجه. هذه بركه حبيت نجاوب فيها سي مشعان الحكايه تمتلك الحقيقه المطلقه ولا ما تمتلكش الحقيقه المطلقه. وشكرا جزيلا. شكرا استاذ حمدي. يعني بغض النظر عن حديثك يعني عني يعني، فلكن لا مشكله، انت يعني تسال ام تقرر لا افهم، يعني تحتاج جواب من الاستاذ مشعان؟ لا حبيت نعمل توضيح خاطر بكري حسيت الاستاذ مشعان حاول بشكل من الاشكال انه يعجزها البنيه ذيك التونسيه بحكايه جاوبها الحكايه التناقض من التناقض ذاك. انا وقتها حبيت نجاوب، طوالت المده ودخلت في نقاشات برشا نقاشات ويظهر لي تنسيت جمله الحكايه. انت محامي ولا ايش؟ لحظه استاذ افريقيا. شكرا استاذ حمدي. لا في الحقيقه استاذ مشعان يعني عرض عليها المساله بطريقه يعني قاسيه جدا فعلا، يعني جعلها تصطدم مع الواقع. بربي سامحني، شكون اللي قال انت محامي ولا بربي سامحني شكون اللي قال انت محامي ولا الذي يقول لا وجود لحقيقه؟ خاطر من قال هذا اللي تكلم توا راهو قليل الاحترام ولا يحترم العبيد. استاذ حمدي لو سمحت يعني الذي يقول بانه لا، يعني احنا ما نريد نحول الروم لجدال شخصي، الذي يقول بانه لا توجد حقيقه مطلقه هو في الواقع يصطدم مع واقعه هو كانسان كبشر كممتاز بالعقل في هذا الوجود، بانه اذا قلنا له هل انت موجود ووجودك حقيقه مطلقه، فاذا قال نعم سقطت قاعدته. والبرهان على ذلك سهل، بان يعني مثل ما يقال بالمنطق الكليه الصغرى تسقط او الجزئيه الصغرى تسقط الكليه الكبرى، فلا تصلح هذه القاعده التي ادعيتها بان لا وجود لحقيقه مطلقه، في حين وجودك انت بلسانك انت هو حقيقه مطلقه. واذا قال نعم وجودي ليس حقيقه مطلقه، فهنا نقول له يعني على الدنيا السلام، يعني واشبع موز، يعني وعلنا نرسل اليك سحاره كون يعني اسلافك القرده يرحبون. استاذ رحبوا بكس امك. استاذ محمد تفضل. استاذ محمد موجود؟ صباح الخير. صباح النور تفضل. اني بس يعني احب اطرح سؤال او فكره. اني انولدت باب وام ملحدين اولاد دينيين، وقال لي اني احب ادخل دين معين بس ما لاقي الدين الصح. شنو ليش تريد الدين استاذ محمد؟ ليش تحب يعني؟ يعني اشوف فقط لانك يعني اشوف ان الحياه عبثيه. الدين 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 افضل، حياه عبثيه، ماكو اهداف، فبغي الدين افضل، فاريد اثبات. يعني انت تريد ان تدخل للدين فقط لحاجه وليس لبرهان على ذلك، يعني ليس لاعتقادك بأنه يجب أن يكون هنالك دين من خالق وهذا الدين هو الدين الحق أين يكن، يعني ويجب أن أعتقد به، أما أنك تقول بأنه أنا كمحمد أعيش يعني
بلا غائية على هذا الكوكب، ولا لا وجود لمقاصد ولشيء يسمو به الإنسان عن غيره في هذا الوجود، فبالتالي يحتاج لهذا الدين أو لدين معين على سبيل يعني المنع والرفعة والسادية التي يعني في غريزتي كمحمد. على العكس، أنا برأيي أعتقد بوجود خالق لهذا الكون. الصعوبة من هذا الخالق الحقيقي؟ فإذا هو فعلا إله الإسلام الله، فمجرد أريد إثبات على أنه هذا هو الخالق الحقيقي مو غيره، لأن مثل ما تعرف هو الله عز وجل يقول جميل، الله عز وجل يقول في القرآن إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل يعني ترضى بهذا الدليل؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن أنت ما ثبتت لي وجود الله على مدة ثبت لي وجود كتاب. أنت مو تعتقد بوجود الله؟ أنا أعتقد بوجود خالق. مو تعتقد بوجود الله. خالق؟ خالق، فأنت أثبت لي هذا الخالق هو الله. جميل. طيب هل تقبل بأن يعني أقول لك قال الخالق في القرآن الكريم أني أنا الله يعني والدين الإسلام والحق؟ طبعا لا. كيف تعتقد؟ يعني يجب أن يكون الدليل ماذا؟ عقلي صح؟ دليل عقلي أكيد. وإذا كان الدليل العقلي يجب يعني أن نعتمد العقل كمرجعية حكم يعني في أكيد. أي حجة تطرح أو تنقض صح؟ أكيد صح. الآن أستاذ محمد، أنت نفسك محمد والأستاذ يعني توبة بنفس الوقت، يعني هو أنت محمد وتوبة ولا أنت فقط محمد؟ أنا محمد. جميل. يعني أنا مشان ما أطيل، يعني مثل ما يقال بأن يعني الدلائل العقلية الثوابت التي ينطلق منها الإنسان، الثوابت العقلية التي ينطلق من الإنسان هي حق لا يمكن له مخالفتها، وإلا يعني وقع في تناقض أسقطه من كونه إنسان صح؟ طيب. لا يمكن مثلا أن أقول فلان موجود وغير موجود بنفس الوقت، لا يمكن أكيد. أن أقول فلان سعد وسعيد في نفس، صحيح؟ أكيد. جميل. بس أنا طيب أستاذ واقع. محمد، طيب أستاذ محمد، نحن نقول بأنه ببساطة أو قبل أن تعتقد يعني بشكل عقلي قاطع يقيني جازم على وجود خالق، يعني تقطع بذلك؟ لا. جميل أستاذ محمد، إحنا يعني مشان نختصر الوقت، هذا الكون الذي ننظر فيه هو يعني وجوده كوجود هذا الكون لا يخرج عن الأربع احتمالات، إما أن يكون أزلي أو أوجد نفسه بنفسه أو وجد من العدم أو أوجده خالق صح؟ في احتمال خامس مش ما أصادر عليه. إحنا نمشي على احتمال وجود خالق. لا ما نمشي على احتمال وجود خالق، لما ننطلق لازم يكون يعني كل شيء جميل. سبق يكون يقيني، فهمني؟ طيب. مشان طيب. ما نرجع خطوة للوراء كل شوي. هذه الخيارات الأربعة، هل يوجد خيار خامس عندك لأنه اللي نناقشه مثلا؟ لا يوجد. طيب إذا قلنا بأن هذا الكون نفترض بأنه أوجد نفسه بنفسه، هل تستطيع أن يعني تقول بأن هذه العبارة سليمة من الناحية العقلية بأن الكون لم يكن موجود ثم هو أوجد نفسه بنفسه؟ أكيد لا. إذا جميل، إذا قلنا أستاذ محمد بأن هذا الكون وجد من العدم، هيك فجأة يعني كنت جالس على الشط وفجأة بدون سابق إنذار ظهرت عندك سفينة لا وجود لم تكن موجودة ثم وجدت فجأة هكذا من العدم، هل مستحيل. هذا هل هذه مستحيل؟ إذا قلنا بأن هذا الكون أزلي، مو هي الفكرة وين؟ أنا إذا طرح فكرة عادي بكل أريحية، هل يمكن أن يكون الكون أزلي أستاذ محمد؟ لا يمكن. لماذا؟ لا يمكن أن يكون أزلي. عارف لا يمكن، أنا أريد أقدم لك الدعوة والدليل على ذلك، لكن لماذا؟ أنت إذا عشان يكون يعني يقينك بوجود خالق يقين عقلي. طيب إذا تجي على النظريات العلمية، لا دعوة للنظريات العلمية في ذلك، نحن يعني نتحاور بالعقل وليس بالعلم، يعني العلم هو أسلوب من أساليب العقل في التفكير والتعقل، أما العقل هو الأشمل والأسمى، بالتالي عندما العقل هو شخص هو متفاوت بين شخص وشخص، يعني شغلة نسبية. لا ليس التخيل أستاذ محمد والتحدث بما يرى الإنسان صحيح، العقل هو ما قلته لك آنفا، العقل هو يعني الضرورات العقلية التي ينطلق منها الجميع، بأن الشيء هو
لا يمكن للشيء أن يكون موجود ومعدوم، أي يعني الثالث المرفوع، أو يعني التناقض ممنوع أو يحيله العقل بأن يكون مثلا هذا ما ندعو، يعني هذا ما نسميه بالعقل. جميل. تكوين الشيء من لا شيء هو مرفوض عقليا، فأكو تفسيرين له، يا أما وجود خالق يا أما التفسير العلمي اللي هو الانفجار العظيم ولا آخر. لا قبل الانفجار العظيم تفسير. قبل الانفجار العظيم أستاذ محمد، نحن نتكلم عن الكون ككل بما فيه السنجولاريتي أو المفردة للقوى النووية الأربعة، بما فيه هذا الذي انفجر يعني وحدث منه الكون بعد ذلك، هل يمكن أن تكون أزلية؟ يعني نحن حصرنا الاحتمالات، ظل عندنا فقط إما أن يكون لها خالق أو أن تكون أزلية. نحن الآن نسأل، هل يمكن أن تكون أزلية؟ أنت قلت لا يمكن، لكن لا تستطيع البرهان على ذلك، صح؟ لا أستطيع، بالضبط. بنفس الوقت لا أستطيع البرهان على وجود خالق. اسمع الآن، جميل. يعني أول شيء أستاذ محمد، يعني إحنا لما ننطلق بالتفكير ننطلق من أين؟ من الواقع، صح؟ لا يمكن أن أنطلق من افتراض وتخيل وسبهللة، يعني مثل ما يقولون يعني فكرية، صح؟ طيب. جميل. الآن هذا الواقع إذا يعني لاحظنا وأمعنا النظر في موجودات أو الشيء الموجود فيه، يعني نستطيع أن نطلق اصطلاحا على ما يوجد في هذا الكون، يعني كل شيء على حدة، بأنه محدث. ما معنى محدث؟ بأنه يطرأ عليه تغير، إما أن يكون غير موجود ثم وجد، إما أن يكون حار صار بارد، إما أن يكون في اليمين طاح راح الشمال، وهكذا. لا يوجد شيء ساكن منذ الأزل، يعني رصدناه في هذا الكون، صح؟ صحيح. جميل. إذا قلنا بأن هذه الحوادث، هذه المرصودات من الواقع لدينا، الواقع المشاهد لدينا، لابد من أن يكون هنالك لحظة، صار في تقطيع بالصوت. أستاذ محمد صوتك واضح. جميل. إذا قلنا بأن هذه الموجودات، أنا عفوا يعني طحت يعني كان يعني وقت النوم، المعذرة. إذا قلنا بأن هذه الموجودات يعني أزلية، يعني لتكون منها الكون، وهذا الكون أزلي، ويعني ما معنى أزلي؟ بأن ليس له بداية. إذا قلنا بأنها موجودة هذه فيه وتحدث عليه الحوادث، يعني يطرأ عليه زمن. ما هو الزمن؟ هو مقدار، يعني مقياس أو مقدار تبدل الحركة. فإذا كان في دائما في حوادث في هذا الكون، وهذا الكون دائما حادث، فبالتالي دائما يطرأ عليه زمن. إذا قلنا بأنه أزلي، ما معنى أزلي؟ بأن الزمن لديه ممتد إلى الوراء للا نهاية، صح؟ بالضبط. جميل. إذا قلنا دعنا ننطلق من اللا بداية تبع الكون بالزمن وصولا إلى اليوم، هل سنصل إلى هذا اليوم؟ يعني لا. إذا كان عندك أيام لا متناهية في الماضي وتريد يعني أن تعرف الزمن يعني لا يسير إلا باتجاه واحد، وأردت أن تحقق اليوم في المعادلة، هل يمكن ذلك؟ لا، ما في اسمه الزمن لا يسير إلا باتجاه، أعذرني على المقاطعة، شلون الزمن لا يسير إلا باتجاه؟ اسمح لي أستاذ، اسمح لي عشان ما تنزل، تمام أستاذ محمد؟ طيب. جميل. لا يمكن بأن يتحقق اليوم، لأنه إذا بدأنا من اللانهاية في الماضي لن يعني لن يعني نستطيع الوصول إلى اليوم، فنحن نعد يعني فواصل زمنية لا نهائية. طيب الفكرة وصلت. هسه إحنا نعوف على الخيار على صفحة، هسه نجي صار عندنا خالق. أنت من العراق أستاذ محمد؟ بالضبط. عراقي؟ بالضبط. عراقي؟ نعم. حياك الله أستاذ مهند. حيا الله أستاذ. نعم أستاذ عبيدة، المعذرة، أنا يعني أكاد أفصل يعني وأنا مفجأة، المعذرة أستاذ محمد. فوصلنا إلى وجود خالق، يعني علّك أستاذ مهند يعني في دليل الإمكان والحدوث، يعني لا يكفي بأن نقول لم يعد يوجد سوى هذا الاحتمال، فبالتالي يعني يسلم، ولو أنه كافي وملزم، لكن لو سمحت أستاذ مهند أسمع الدليل والبرهان العقلي على وجود خالق، يعني سيما بأن يعني استبعدنا كافة الاحتمالات الثلاث الأخرى من سبب وجود هذا الكون. ليس على وجود خالق، وإنما إثبات الخالق هو الله. نعم، تفضل أستاذ مهند، كونه يعني من بني جلدتنا. تمام. والله أنا أعتقد يعني إذا أستمع الكلامكم، يعني أستاذ محمد على ما يبدو لديه فكرة، يعني اسمح لي يعني
ما أدخل في نيتك، لكنه أنت الآن من خلال الكلام ويا أستاذ عبيدة توصلت معه إلى أنه لابد من وجود خالق للكون، تمام؟ طيب طيب، يعني هذه حقيقة أم أنت تعتقد أن God is dead كما كاتب؟ أنا قلت لك أنا احتماليا أما وجود خالق أو التفسيرات العلمية. هسه من خلال الكلام ويا أستاذ عبيد، لا التفسيرات العلمية أستاذ محمد، شوف حالياً ما تقول أما يوجد خالق أو التفسيرات العلمية، أنت هنا تجعل يعني التفسيرات العلمية وكأنها تخالف وجود خالق، تمام؟ هذا الكلام فيه مجازفة من الناحية العلمية، وفيه مجازفة، مجازفة أقصد يعني ماذا أقول، كارثة حتى لا أجرح مشاعرك، ولكن فيه مجازفة كبيرة. ليش؟ لأنه العلم نحن نعم أكمل أكمل، لأنه العلم نحن نقول العلم يتكامل، يعني أنت لو عايش قبل 100 سنة وتتبع العلم، العلم يقول لك أن الكون لا يتمدد، تمام، وأن الزمن تمام. ثابت باتجاه واحد، وهذا تمام. صحيح، يعني أقصد أن الكون أن الزمن أزلي وثابت مثل الخط المستقيم، هذه تغيرت، فأنت تراهن مثلا على العلم. طيب ماذا لو مت والعلم بعد 500 سنة سيقول، وهو يقول الآن العلم واضح يقول أنه لابد من خالق، تفسيراتنا فهمنا توضيحاتنا من العلم، فأنت موضوع مجازفتك يعني هذه تقول إما وجود خالق أو التفسيرات العلمية، التفسيرات العلمية ليس لها علاقة بالموضوع، يعني تنزلا سوف أقول لك أن العلم ليس له لا ينفي ولا يثبت، أو مجاله مختلف عما أنت تبحث عنه تماما. فأنت لحد الآن من خلال كلامك ويا أستاذ عبيدة، هل بقي احتمال آخر لوجود الكون، لوجود العالم، كيف نشأ، كيف تكون، من أين جاء؟ هل يوجد عندك تفسير في بالك؟ لا لا لا، بس أنا في رأيي، نعم في رأيي، أقول لك في رأيي البشر ما لقوا تفسير منطقي لحد الآن، وكلا الطرفين هم تفسير منطقي لشنو؟ تفسير منطقي لشنو؟ للوجود، للوجود. لا، التفسير يختلف هنا أستاذ محمد، يعني أنت الآن أيضا وقعت في مجازفة كبيرة، التفسير هنا يعني يوجد شيء وأنت تفسره، زين يعني تفسير وجود، تفسير وجود الإنسان وخلق الإنسان، نعم تفسير وجود الإنسان وخلق الإنسان أو خلق، نعم، الكون بشكل عام من خالق، نعم هسه احنا كنا متفقين على هذا الشيء، لا تمام اتفق التكاتب، لا اتفقت خلاص، انا التكاتب God is dead. طيب هسه امسحها يعني هاي مقوله نيتشه، او ما اعرف انت شلون تتبع فلسفه نيتشه، ونيتشه يعني فيه مغالطات كثيرة، أصحاب الفلسفة النيتشوية هم يعترفون بها، على أي حال ربما أنت ما قارئ التحديث. أنا آمنت بوجود خالق وتأكدت وأثبت البايوماتي، زين سؤالي وفكرتي من الخالق الحقيقي؟ هو لا يوجد، هي لا يوجد هنالك خالقون غير حقيقيين، هو خالق واحد. شنو اللي يثبت انه هذا الخالق هو الله؟ كيف يعني؟ انت شنو يعني الطريقه يعني اللي تعجبك؟ يعني اكو باي طريقه ممكن، طريقه لا انت الان نعم نعم، نحن نقول الان انا كشخص انا انولدت لا ديني، جيت اريد ادخل دين، شنو اللي راح القى قدامي بالدين الاسلامي؟ احنا بدنا نحكي عن الدين الاسلامي، تمام. شنو راح القى؟ راح القى خالق، راح القى نبي، راح ألقى كتاب، صحيح. طيب هذه ثلاث شغلات المفروض ما تحتمل الخطأ، أو هي المفروض توالم فكري كإنسان، كمنطقي، كراعي. من يقول أنت فكرك يعني من يقول أنت المنطلقات اللي تنطلق منها صحيحة؟ شنو الغلط فيها مثلا؟ يعني مثلاً نحن الآن توصلنا إلى أنه لابد من وجود خالق للكون، لأنه الكون لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه، هذا يعني أنه أوجد نفسه عندما كان عدماً. طيب أنه يجب أن يكون موجود حتى يوجد نفسه. طيب كيف أوجد نفسه وهو كان عدماً؟ إذن هاي النظرية تعبانة. ممكن رأي آخر يقول لا، أن الكون أزلي ومادته أزلية. نأتي هنا لنتفحص هذه القول.
احنا بس نختصر الوقت حتى الاخوان يجيهم. وما يصير نختصر الوقت، واني ما اقدر اقول لك يعني الموضوع انت تريد تعتنق دين او انت مؤمن الان بوجود خالق، فاذا بما انه انت موجود مؤمن بوجود خالق، هل يوجد مانع عقلي من تواصل الخالق مع البشر ليرشدهم ويعلمهم ويعطيهم القواعد والقوانين الشرعية اللي يمشون عليها؟ يخبرنا بأن حياة توجد حياة بعد الموت، أن الإنسان عندما يموت لا يتحول إلى نفط أو سماد حيواني. هل توجد غاية من وجودنا مثلا؟ هل لدينا عقل اللي هو مناط التكليف؟ هل لدينا شيء متسامن عن المادة اللي هو الروح والنفس وحرية الإرادة؟ كل هذه التفاصيل نحن لازم عندما نتفحصها نجدها مطابقة 100%. نأتي هنا لنقول إن الله سبحانه وتعالى أو الخالق هل تواصل مع البشر أم لم يتواصل؟ نأتي إلى هذه النقطة ونقول هل يوجد مانع عقلي أم هو لا يوجد مانع عقلي؟ لا نقول واجب لأنه فيها أيضا مجازفة. نقول هل يوجد مانع عقلي من تواصل الخالق مع البشر؟ هل تعتقد أنه يوجد مانع؟ فرضا لا يوجد مانع. لا يوجد مانع. نأتي هنا يعني تنزلا أقول، يعني استغفر الله العظيم، يعني ما أعرف العبارة هل هي شرعية أم لا، نقول نأتي نتفحص الدعاة أو الذين يقولون نحن أنبياء أرسلنا الله إليكم، تمام؟ طيب، ما هو هذا السياق العقلي؟ هذا السياق العقلي بالضبط. نتفحص نقول أنت تريد أن تتفحص رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد بالضبط. نأتي لنقول هل أن النبي محمد هو رسول فعلا من الله أم لا؟ وما الدليل؟ وهذا اللي أنا أريد أوصل له بالضبط. هذه الحالة يجب أن نطلع أولا على شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام لنجد أنه هل يعني أنا بالنسبة لي، لأنه أنا كنت ملحد لمدة 6 أو 7 سنوات وكنت ملحدا شرسا جدا، يعني منظري الإلحاد، فبالتالي هكذا بدأت سلسلتي، هكذا بدأت، تفحصت دليل دليل، تفحصت دعوة دعوة، تفحصت أولا تفحصت شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل قبل أن يقول أنا نبي هل معروف عنه الكذب؟ هل أبناء جيله أو أبناء فترة الزمنية ما رأيهم به كان قبل أن يكون نبيا؟ طيب ما هي المصلحة؟ لماذا قال أنا نبي؟ هل هو فعلا نبي؟ هل الله سبحانه وتعالى فعلا أرسل عليه جبرائيل أو تواصل معه بطريقة معينة ليرسله إلينا، أم هو قال هكذا؟ نتفحص الرسالة التي جاء بها، هل توجد مصلحة شخصية له بها؟ توجد. هل توجد. ما هي استفاد هواي. تتعرف الحكم قصور الحكم السلطة، مهي عرضت عليه، مهي استاذ محمد بس على كيفك وياي وحده، لا تسترسل. انت استرسل دقيقه، مو انا اريد افيدك، يعني انا ترى ما مجبور، يعني اقدر انزلك واقول لك تحياتنا لك وشكرا. طيب انا غير اريد افيدك، اعتبرك فعلا باحث اعلمك الطريقه شلون نبحثها. طيب فاتي انا ايضا جئت الى هذه النقطه، جئت لاتفحص بدقة، مو مهند قال لي وسين وصاد وجيم، هذا موضوع مصيرك هذا، يعني أنت لا تعتمد على كلام ملحد أو فلان أو كذا. نأتي لأقول أنه طيب، مهي عرضت على النبي محمد وقال لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في، قالوا له لو أردت أن تكون ملكا ملكناك، لو أردت نساء نعطيك، لو أردت أموال نعطيك. مهي عرضت عليها يا يابا، هي الشغلة لعبة يعني أنت تصور؟ رفضها يعني موجودة. طبعا رفضها، يعني ما هو مرسل ابدا، عرضت عليه على ان يتخلى عن موضوع عبادة الله الواحد، رفضها، قال لا انا مرسل من قبل الله. بس وحده انا دا احكي لك برؤوس اقلام، لانه الموضوع استاذ محمد الموضوع طويل جدا ويحتاج الى انه ناتي نقطة نقطة نتفحصها، وهذا يحتاج ايام. بس سؤال، يعني انت لا تتصور انا ما اريدك، انا شخصيا يعني اذا تعتبرني اخوك الاكبر او انا ما اريدك الان، انت حكيت ويا مهند لمده ربع ساعه او نص ساعه وتروح خلص تقول انا صرت مؤمن مسلم، لا، لانه الدين متين جدا. ايش قد ما تتصور استاذ محمد، يعني ثق، اجت فتره من الفترات حاولت بكامل جهدي
أن أنقض وأن أجد ثغرة تقول لي إن الدين ليس صحيحا وأن محمد ليس نبيا من الله وأنه لا يوجد خالق بكل ما أوتيت من قوة اطلاعية وفكرية، وأنا كنت ملحد يعني، أنا لم أأتي لأكون مسلما وأؤمن بوجود خالق وبالدين الإسلامي لأجل مصلحة معينة أو لكي أدعي شيء، بالعكس ربما لو باقي ملحد أنا مستفاد أكثر، لكن هذا هو العقل خلص يعني، هذا هو الواقع يعني، النبي فعلا رسول من الله أرسله الله إلينا، هاي حقيقة. الإثبات يا ستجا يقول لي حقيقة شنو الإثبات بالضبط؟ هو الإثبات، أنا ما أجي أقول لك الإثبات، ما أجي أقول لك، اسمح لي محمد حبيبي أنت تريد الإثبات يعني مثلا شو تريد مثلا أتيك وأشوفك في شيء، شوف أهم نقطة بدي أريدك توصل لي فكرة أنه هذا الكتاب أوصل لك فكرة. أنا راح أقول لك، أنا راح أقول لك أنت المفروض شنو نسوي، وانت اذا مقتنع حتى نبحث البحث، نبدا البحث نقطه نقطه. انا وصلت وياك لانه هل يوجد مانع عقلي من تواصل الخالق مع البشر؟ اتفقنا انه لا، لا يوجد مانع عقلي، هذه يحتاج تتفكر بها يعني شنو يوجد مانع. عندي بس عندي نقطه، بس لا تقفز، لا تقفز، بس دقيقه، لا لا ما قافز، نفس الموضوع بعدين نجي نتفحص عقلي. بس خليه انه هذه نقطه موضوع المانع العقلي، حتى ان شاء الله يوجد مانع عقلي، طريقه التواصل هي طريقه يعني مو بمستوى خالص، خلينا نشوفها موجوديه. انت ليش تحكم يا حبيبي؟ انت ليش اوصل فكرتك بس محمد؟ مو انت انت تصادر، انت عند تدخل مغالطه، انت تصادر، انت ليش تصادر؟ انت ليش تحكم قبل ان تطلع؟ انت اطلع، اطلع انا، انا مطلع، انا بس بدي اوصل لك فكره عقليه. هسه احنا جاي نحكي عقل، الخالق، الخالق اذا 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 وصل رسالته، هل من المنطق والعقل يوصل رسالته بلغة عربية يفهمها يعني إيش قد نقدر نقول؟ أنت تعرف يعني أنت تعرف أنت طيب. أنا هذا الموضوع أخذ من عندي يمكن من نعم نعم، أنا هذا الموضوع يعني أخذ من عندي فترة طويلة. أولا الله سبحانه وتعالى تحدى في القرآن، تمام، التحدي قائم، قل له اجتمعت الإنس دقيقة يا حبيبي، وحدة وحدة، أنت ليش مستعجل؟ يعني تتصور انت الان يعني بهذا يا عزيزي يا استاذ محمد، انت ليش ما اعرف ليش مستعجل ومتعصب؟ احنا الان بدنا نتناقش، تخيل قاعدين على المقهى ونسولف، تمام، انت دا تسال واني احتراما لك واتمنى لك الخير دا اجاوبك، يعني انا مو مجبر اجاوبك، لا تتصور يعني مجبر، ولا انا اقدر اغلق الان الكلام وياك وعوف الروم واروح اباوع مسلسله فيلم نتفليكس اقرا روايه يعني براحتي، فافهم المنطق اللي دا اتكلم بي وياك حتى نتواصل، اوكي؟ ف والله حتى نسيتني وين كنا اتكلم. الموضوع انه ناتي انه موضوع اللغه، موضوع اللغه، موضوع اللغه، انت حاول تطلع على اللسانيات لينغويستكس وشوف هل توجد لغه اخرى تحتمل ان يكون القران في لغتها، يعني اطلع انه شنو مميزات اللغه العربيه، شنو البلاغه اللي ممكن تتحقق باللغه العربيه عن غيرها. هي الفكره مو فكره في اللغه، هي انا فكرتي مو انه ليش نزلها باللغه العربيه، فكرتي اصلا طريقه الرساله غلط، يعني ليش نزل اصلا رساله عن طريق كتاب كل بساطه لعشلون الملاك من ملائكته، يعني صعب على الخالق. انت قارئ القران، انت قارئ القران يعني قاري تقريبا اغلبها. انت تعرف اكو ايه بالضبط على الكلام اللي تفضلت به وتقول يعني الايه تقول لقضي الامر؟ شوف انت تعرف شنو فرق بين الانسان يكون عنده حريه اختيار ويكون هو العقل مناط التكليف وبين الاجبار؟ يعني تتصور الله سبحانه وتعالى ما قادر على انه يجعلنا مؤمنين كلنا بكلمه كن؟ زين اقدر، زين اقدر اوصل فكرتي عن هاي النقطه بالضبط؟ افتهمتني انت استاذ محمد؟ افتهمتك، افتهمتك بالضبط، يعني الله ممكن تعطيني مجال احكي؟ نعم نعم، اقول لك ممكن تعطيني مجال احكي اوصل فكرتي على هاي النقطه اللي طرحتها استوك بالضبط. اتفضل. انه فكره طيب، الخالق خلقنا وما ثبت وجوده على مود يعطينا حريه الاختيار، كيف ما وجد؟ كيف يا حبيبي كيف ما وجد؟ يعني انت شو تريد بعد اكثر؟ انت شو تريد؟ دقيقه دقيقه، عوف الكتاب،
عوف الجدال. متى تعطيني فرصة أوصل فكرة؟ لا لا لا، مو أنت الصادر على المط، أنت تقول ما أثبت. كيف ما أثبت وجوده؟ هو أكو أكثر إثبات وجود، يعني أنت عقلا من أنه ما يخليك مجبر وينطيك حرية اختيار، وكل شيء تشوفه حولك هو يدل على أنه لابد من وجود خالق وفيه الصفات اللي دا أحكي عنها بالضبط. هسه إحنا حكينا وجود خالق وثبتنا وجوده وأثبتنا هسه موضوع. شوف الأستاذ محمد الآية ذكرتها، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني بمعنى شنو؟ يعني شنو؟ أنت شفت تهمت من هاي الآية؟ أنا اللي أقدر. إذن هذا السؤال، إذن هذا السؤال مال ملك وغيرها، أنت لا تتصور يعني أتيت بما لم تستطعه الأوائل. لا، هذه الأمور كلها موجودة، إحنا لو فقد نقرأ ونطلع وفعلا نكون صادقين. يعني مو أقول لك تؤمن، لا لا تؤمن، يعني لا تؤمن، لكن كون صادق مع نفسك واطلع أقرأ ابحث. أنا راح أجي وياك هاي الفكرة. ما يقدر يدز، ما يقدر، مو ما يقدر يدز، انت ايش قاعد تسوي؟ اوكي 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 اوكي، بس خلي يعني صار لكم اكثر من نص ساعه يا ما جاي يخليني اوصل فكرتي، بس خلي اوصل فكرتي. يلا وصل فكرتك، انا على بالي افيدك اساعدك، انت براحتك كمل فكرتك. تحياتنا لك. انت قلت لي وجود خالق، اوكي دز رسالتي. هل هاي الرساله بيها شو اسمه، هل ما ممكن يدزها؟ احنا اتفقنا اوكي. قلت لك الرساله بيها مشكله، ما ممكن يدز رسالة بكتاب يحكي به عدد قليل من سكان البشر. قلت لي ما ممكن هذا القرآن يتحول لغير لغة. طيب أنا وياك قلت لك مو أقول لك ما ممكن بقى. عزيزي أنت دا تفتهم شيء، وأني اللي أريد أتكلم وياك بيه شيء آخر. شنو؟ القرآن معجزة. أنا دا أنطيك وجهة نظر، دا أقول لك يا حبيبي لا لا مو دقيقة أستاذ محمد، أني دا أتكلم وياك بطريقة أنه ما أريد أجبرك، ما أريد أنه الآن أحرجك أو ألزمك بإلزامات قطعية وانت تبقى صافن تقول ها لا. انا اريدك قلت لك ابحث، يعني انت هاي من تعتبرها مشكله عندك، انت المفروض تبحث باللغات بالضبط واللسانيات وتشوف شنو مميزات اللغه العربيه عن بقيه اللغات، وهل تحتمل اللغه العربيه ما لا تحتمل اي لغه اخرى بالعالم. انت هاي بينك وبين نفسك، اعمل سوي سيرش على جوجل وشوف. هاي ملاحظه مهمه خليها. فكرة الملاك وقلت لك هي فكرة أفضل حتى الخالق يثبت وجوده. من أي ناحية أفضل؟ من ناحية الكتاب اللي ممكن يتأول. هو أستاذ محمد يعتبرها. طيب وإذا بس خلي أكمل فكرتك. وكيف تعلم أنه يعني من عند الإله؟ لماذا لا يكون مخلوق موجود في عالم آخر يعني ويزعم أكيد. أنه الإله، ما الدليل يعني أنه من عند الإله؟ هو أفضل، مهما يكون أفضل من دليل الكتاب. لا لا، مش أفضل أنت تريد أول الأكثر من تأويل. يعني هسه سيدي أنت الآن تقول لو أرسل إلينا ملاك، أنا ربما أعترض عليك، أقول هذا الملاك كائن يعيش في كوكب آخر مثل هذه المخلوقات الموجودة، يعني لا يوجد. طيب معنى نقلي. أنا نفس ويقول من عند الله. راح اجاوبك طيب. نفس ما اقول لك طيب. لا لا هذا انت الان معترض، انت قلت بان هذه الطريقه الافضل وانا نقضت انها تكون الطريقه الافضل. ممكن اكو طريقه افضل. اكو ما هي الطريقه الافضل؟ من يحدد الطريقه الافضل؟ الخالق هو ما طول خالق، هو ممكن على كل شيء يقدر. هو عنده طيب. من يحدد الطريقه الافضل ان كنت من بوجوده؟ العقل. لا 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 لا، هل الخالق هو الذي يحدد الطريق الأفضل أم المخلوق؟ المخلوق يحدد الطريق الأفضل، العقل يحدد. يعني والخالق يعني معلش، هل علمك وحكمتك يعني المحدودة أكثر اتساعا من علم الله اللامحدود وحكمته اللامحدودة؟ زين، إذا كان حكمة وعلم الله، هذا الكتاب تأول الأكثر من تأويل واستخدم بأساليب مثل داعش. إن داعش يا سيدي. لا 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 لا، ما علاقة داعش بموضوع. أنت الآن لا لا لا، لا توجد علاقة. اسمعني. أنا أقول لك العلاقة شنو، بس خلي أوصل فكرتي وجاوبني. لا توجد. اسمعني، أنت افترضت افتراض بأن أفضل إرسال ملك، وقلت لك ربما هذا كائن
يعيش في عالم آخر وقال أنا من عند الإله، أين الدليل أنه من عند الإله؟ طيب أنت لماذا 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 اعتبرت هذه الطريقة هي الأفضل؟ أنا اعترضت عليك. أنا أقول لك لماذا اعتبرت الأفضل؟ لأن طريقة وصيد. بس خلي أحكي، بس خلي أحكي ثواني، لأن طريقة القرآن ممكن يتواصل معنا مباشرة، بس خلي أكمل كلامي. لأن طريقة القرآن تتأول الأكثر من تأويل، مثل ما أولها داعش واستخدمها الأساليب إجرامية، ومثل ما أولها أستاذ محمد إحنا طبعاً مش مجبرين، مش مجبرين أبو مطلق، إحنا فقط نشكرك أستاذ محمد، وإذا أنت تبحث فعلاً تريد إحنا أنا ما مجبور، يعني أنا ما أريد أستخدم وياك طريقة، يعني حسيت في صوتك فعلاً. دقيقة أخوي، دقيقة حبيبي، الله يرضى عليك. جولة في دقيقة عزيزي، دقيقة أستاذ محمد، أريدك تأخذ جولة بمخ عزيزي. أنا أتمنى أنه أتمنى تسد المايك، أتمنى تسد المايك وتسمعني دون أن أني أسد، أرجوك لو تكلمت. موضوع الملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظروا. أنت تتصور كفار قريش أو المشركين، يعني ما بس أنت يمكن ما مطلع على القرآن، أو هاي الآية ما مر عليك. هاي واحد موضوع. الآخر موضوع اللغة، جوابتك عليه ابحث انت بذاتك، لا تنتظر جواب من مهند او سينوصاد. ليش؟ لانه حتى يكون بحثك حقيقي، يعني حقيقي. فانت ابحث، شوف موضوع اللغه، شنو مميزات اللغه العربيه وليش، من ناحيه البلاغه، من ناحيه احتمال المعاني، من ناحيه الوصف، من ناحيه التعابير، المفردات الى اخره، وانت احكم بعقلك. الموضوع الاخر، موضوع انه انت تراه غير مناسب، انا فقط يعني دائما يعني فقط ركز لي بهاي، راح نعطيك هنت يعني انت فكر بيها. استاذ محمد، احنا ناس احرار، الانسان الله سبحانه وتعالى بمشيئته وبارادته جعلنا عندنا حريه الاختيار، انطانا عقل مناط التكليف. انا لو اشوف انت لو يجيك ملك هسه حاليا، انت راح تؤمن غصبا عليك وعلى اي واحد هنا. انت هذا النوع من الايمان ربما يعني اقول هكذا، انا افهمه هيك، سوف لن تكون عندك حرية اختيار، يعني لن تكون إنسانا، ستتحول إلى روبوت في هذه الظروف الدنيوية طبعا. فلذلك أنت المفروض أول شيء، أنت لو تفكر بالموضوع، أول شيء أنت تعترض، بغض النظر ملحد لا أدري، أنت المفروض حتى الملحد إذا يطرح هذا التساؤل ويقول لماذا مثلا، مثل ما قال كروز يعني لورنس كراوس، قال أنا أؤمن إذا النجوم ترتبت بشكل وقالت أنا هنا وتغيرت بعد لحظة ورجعت وتغيرت لمدة 10 مرات بالضبط سوف أؤمن. هذا يعني معناها أنت تريد تتحول إلى مجبر، أنت ما تريد تستخدم عقلك، أنت ما تريد تبحث، أنت فقط تريد دليل خلاص يخليك كأي روبوت فاقد لحرية الإرادة، فاقد للعقل، وانتهى الموضوع. وهذه تنافي تركيبتنا اللي إحنا نريدها واللي أنت تبحث عنها، اللي هي حرية الاختيار، طريقة التفكير. الله سبحانه وتعالى أرادك تكون حر وانطاك الأدلة، أي شيء أنت شوفه حولك راح يقودك، مستحيل. شوف إلى جسدك، شوف إلى الشفرة الوراثية، شوف إلى المعلومات الموجودة في الدي ان اي، شوف إلى الكوزمولوجيين، شوف إلى الكوانتم، شوف إلى نظرية الانفجار العظيم، ربما تتغير، ربما كل شيء منظم وكل شيء تابع لقانون وخاضع لقانون. هذا لابد أن يلفت نظرك إلى أنه ثمة شيء، موضوع ليس لعبة. ثم وجودك أنت هنا، وجودك أنت فيك شيء متسامن عن المادة، لست مادة صماء خاضعة للقوانين، ومع أنك تريد أن تكون خاضعة للقوانين، افتهمت من كلامك، لكنه أنت متسامن عن المادة، لا تخضع لهذه القوانين، فيك شيء متسامن. كل هذه لو تفكر بها بهدوء، تشرب لك فنجان قهوة وتهدأ دون الأحكام المسبقة، صدقني راح تقودك إلى شيء. ابدأ بحثك مثل ما اتفقنا أنا وياك، إنه يوجد مانع عقلي من تواصل الله سبحانه وتعالى مع البشر، تفحص، افحص رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام دون حكم مسبق، وحاول تنقضها، حاول تلقى دليل أو تلقى منفعة شخصية للنبي محمد أو شيء، وعندما تجد تصل إلى معضلة قل لي وصلت إلى هذه المعضلة، أراها أنها غير منطقية وأراها فيها منفعة إلى آخره، نتناقش نقطة نقطة بالوقت اللي طيب يعجبك. طيب ارسل لي على الخاص رسالة في أي وقت، ارسل لي. لا أنت باحث، أنت رجل باحث، فأنا الآن اعطيتك الطريقة حتى لا نأخذ وقت الآخرين في أي لحظة. بس دقيقتين من الوقت. يلا بث شبهة عادية، بس مو شبهة، بس تغيير مايكاتكم وتطوني، أشد مايكاتكم وتطوني الوقت.
ليش نسد مايكاتنا؟ ليش؟ لأن هسه أنا سديت مايكي وقتك الوقت وسمعت. وخلص وقتك. ما 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 استفاديت من وقتي شيء يعني، ما جاي أوصل فكرتي بطريقة كاملة. فكرتك أنت دا تسأل، أنت تقول أريد أعتنق دي إيمان وأرد أعتنق دين وأقتنع، وإحنا انطيناك اللي عندنا. وقت أنت تريد. وصلنا لمرحلة الملاك وقلت لي أنت هسه تفسيرك منطقي لأن كل كلمة تقولها أنت أنا دا بين الكياه إنه هذه مو الطريقة الصحيحة بالبحث، لأنه أنا كنت ملحد وقاري ربما. أنا هسه حالياً طيب أوكي، أنا حالياً جاي أبحث وأريد استفاد من حضرتك. ابحث بنفسك وين تلقى اكو مشكله في اي نقطه. يلا تفضل بس اخر شيء حتى ننتقل بالدور. اي دقيقتين بس، دقيقتين بس، خلينا نكملهن الدقيقتين. يلا طيب، الخالق خلقنا اي اوكي ومساله ايمان، اذا انا ما اؤمن به اتحاسب اشد حساب، واذا انا اؤمن به ما اتحاسب. اوكي منو قال هيك؟ مين جبت هاي؟ القرآن يقول إذا تؤمنون بالله ماكو لا حساب ولا كتاب وتروحون للجنة قبل؟ لا 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 لا. هاي مين لك أستاذ محمد؟ هاي مين لك الأفكار؟ مو هيك، بس كل من لا يؤمن بالله، كل من لا يؤمن بالله يتحاسب. واللي يؤمن بالله ما يتحاسب؟ لا أكيد يتحاسب. على دقيقة يا حبيبي، دقيقة يا عزيزي، أنت على أنت هاي متى تخليني أطرح فكرتي؟ أساني ما فكرتك غلط. إذا فكرت يعني ما تريد نصحح لك الغلط. أكمل فكرتي وصحح لي غلطك. يلا كمل. دول الشخصين شخص غير مؤمن بالله، الأسباب هو شافها مثلا ما عجبته الجسم، شاف الإسلام بثغرات بعيوب بفتوحات بشغلات منافية للعقل، والشخص الثاني لا انولد هيجي أو هو يعني ممكن انولد مسلم وتربى على هالشيء واجل الدنيا حقق القرآن بذانه وبعد كبر على هذا الشيء، او هو وصل القناعة شخصية انه هذا الدين وهذا الكتاب وهذا القرآن بذانه هذا الدين. يلا فتوحات بس بعد شبه عندك، بعد شبهة وحدة بس حتى ما اريد اغد عليها الدنيا. بس اريد يا فكرتك انت ايش قاعد تسولف محمد؟ بس اعطيني مجال اخلصها. ست ليش بس سد مايكك واعطيني دقيقتين اوصل فكرتي وجاوب باللي بس شبهة بعد وحدة بس الدمك. طيب، الخالق إلى حق حاسب شخص غير مؤمن به؟ يعني أنا يوم القيامة يوم الحساب أقول للخالق أنا رسالتك، أنا بعقلي ما رسالتك، ما أنا مو مؤمن بيك، أنا مو أعرف إنه أنت موجود وعصيتك على مود تحاسبني، أنا لو أعرف أنت موجود وعصيتك إلك حق تحاسبني، أنا أصلا ما متأكد من وجودك، أنا ما متأكد إنه أنت موجود أو لا، وسبب عدم تأكدي رسالتك ما كانت كافية بالمستوى المطلوب اللي تخليني أتأكد، وإلا إذا كانت كافية طيب كان لقيت طيب هسه الكرة الأرضية كلها متأكدة من وجود الخالق. طيب تحياتي أستاذ محمد، نشكرك وتحياتنا، نعطيناك وقت أكثر من اللازم، احترمناك. أنت من تموت ربما بعد ساعة ربما بعد يومين أو ثلاثة، هذا الكلام وتقوله هناك ونشوف إذا تقدر تقوله تفضل. بس يعني هذا أستاذ حمزة عليكم السلام، بس لو تسمح ثواني، فأنت بما أنه أنت عندك هيك حجة قوية تتوقعها أنه باستطاعتك راح تستخدمها، ليش جاي عليه تسألني؟ يعني استخدمها أنت من تموت تصير يوم القيامة تتحاسب. طيب استخدم. أوكي خلص أطمئن، روح مطمئن الآن، نام، شوف لك مسلسلة، شوف لك رواية. يا أخ حمزة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو تكرمت خل نجاوب. شكرا جزيلا وعاطف خالتكم. شكرا أستاذ محمد، فأنت ريح نفسك يا عزيزي، اترك هاي المواضيع، هاي الشبه اللي تفضلت بها موضوع الفتوحات وغيرها، موضوع يقرون بذانة، من تموت ربما تموت باكر بعد باكر، ربما هسه راح تموت، الله أعلم، الأعمار بيد الله. أنت لا شوف حشتك قوية هذه مستخدمها خلاص. تحياتنا لك، في أي وقت مع ذلك في أي وقت يعجبك تجي نساعدك على البحث. أنا ضد أنه تجي وأقنعك ونقعد نتعارك وأنت تقول لي هاي غلط وهاي صح، ما لي علاقة بك. أنا تريدني أساعدك أقول لك البحث الصحيح يتم بهذه الطريقة. بقت أنت تريد تقتنع أهلا وسهلا، ما تريد تقتنع أنت من تموت راح تشوف الحق ونشوف بعدين أنت راح تكتشف. إذا بهذا الأسلوب نفسه أستاذ محمد لو تكرمت انتهى وقتك أرجوك، راح أفضل بهذا الأسلوب ومو هذا الأسلوب
واحنا عندنا وقت الاخوه هواي اخذنا صار لنا ساعه نتكلم عنه. فانت لا تشوف حججه قويه خلاص بعد يرجع علينا. تفضل استاذ حمزه. الدور عند افريكان. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ حمزه تفضل. اسف سيد مهند اني قطعت عليك اسحابك اني خلصت بس سامحني جدا. اخ عزيز استاذ حمزه تفضل مداخلتك لو تكرم. بارك الله فيك.